هل فيلم أوبنهايمر يستحق كل هذه الضجة والصخب؟ تعالوا أعطيكم انطباعي وتقييمي بدون حرق. تدور أحداثه فترة الحرب العالمية الثانية عن قصة العالم الأمريكي روبرت أوبنهايمر ودوره في تطوير القنبلة الذرية. الفيلم أنا تخيلته قبل ما أشوفه، وذكرت لكم في البث قبل شهر إنه كيف راح يكون طريقة سرد الفيلم بالترتيب، وطلع نفس ما تخيلت. لكن الفيلم تفوق على خيالي من ناحية الأداء التمثيلي الرهيب من طاقم التمثيل والأداء الأوسكاري من الممثل كيليان ميرفي، وتفوق كمان من ناحية إخراج المخرج العبقري كريستوفر نولان. هذا عاد صعب تفكر زي ما هو يفكر. فيلم عن سيرة ذاتية ملغم بالحوارات القوية، وتم فيه استعراض ومناقشة أدق التفاصيل مع طول مدة الفيلم والمادة والجودة المقدمة. هذا الفيلم يستاهل أنك تتابعه أكثر من مرة. بكل اختصار، الفيلم يفوق التوقعات، راح يفوز بجوائز كثيرة في الأوسكار، لكن مو كأفضل فيلم. لسه باقي عندنا أقرب منافسين له فيلم ليوناردو دي كابريو كيلرز اوف ذا فلاور مون، وفيلم نابوليون للممثل خواكين فينيكس. واخيرا، تقييم الشخص لفيلم اوبنهايمر هو 9 من 10، واشوف انه افضل فيلم في السنه الى الان. وانتم اكتبوا لي رايكم في الكومنتات. سلام.